أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي مرة أخرى أن أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لما تم بذله اليوم من جهود دؤوبة ومطولة من أجل الانتهاء من جدول أعمالنا المثمر والبناء، والذي توج بقيامنا بالتوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية للكوميسا والسادك واتحاد شرق إفريقيا، بما تشمل هذه الاتفاقية من أهداف ومبادئ ومواد تشمل أطر تجارة السلع وتجارة الخدمات والأمور الأخرى ذات الصلة بالتجارة، وملاحق لوضع خطة زمنية لتنفيذ كافة بنود الاتفاقية. إن ما حققناه اليوم من نتائج سيظل في مخيلتنا جميعا كيوم تاريخي وعلامة فارقة من أجل استكمال آمالنا وطموحاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي على مستوى قارتنا الإفريقية. لقد أثبتنا للعالم اليوم وقبل كل شيء لشعوبنا توافر إرادتنا السياسية من أجل تبني أفضل الممارسات والسياسات اللازمة لتحرير التجارة بين دولنا، والعمل على النهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة. واتصالا بذلك، فإنني أجد أنه لزاما علينا ومنذ هذه اللحظة أن نقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من أجل العمل على تفعيل هذه الاتفاقية وتبني ما يلزم من تشريعات وبرامج وسياسات تؤدي في نهاية المطاف إلى التطبيق التام والفعال لما ورد في هذه الاتفاقية من مواد وأهداف. السادة الحضور، إننا ومع نهاية أعمال هذه القمة تكون لدينا فرصة حقيقية يجب العمل على استثمارها لخدمة مصالح وأهداف شعوب قارتنا الإفريقية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المشترك والجهد الدؤوب والتضامن. ولقد حرصنا خلال أعمال هذه القمة أن نخرج بخارطة مستقبل واضحة ومحددة بشأن عملنا المشترك خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال إطلاق خطة تنفيذ مفاوضات منطقة التجارة الحرة، والتي من المأمول أن يتم الانتهاء منها قبل انعقاد القمة الرابعة للتجمعات الاقتصادية الثلاث. السادة رؤساء الدول والحكومات، يطيب لي أن أعلن عن تنظيم مصر لمنتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 ل 31 أكتوبر 2015، والذي يهدف إلى التعريف بفرص التجارة والاستثمار الواعدة في إفريقيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء تنامي الأهمية الاقتصادية للقارة الإفريقية. إنني لا أرغب في أن أطيل عليكم بعد هذا اليوم الشاق من العمل المثمر والبناء، ولكنني ومع تشرفي باختتام أعمال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ أدعوكم جميعا للاستمتاع بما تزخر به مدينة شرم الشيخ من مقاصد سياحية ومناظر طبيعية خلابة تدعو للفخر والاعتزاز، ليس لمصر وحدها ولكن أيضا لأخواتنا وأصدقائنا من دول وشعوب إفريقيا، وذلك قبل التوجه للمشاركة في اجتماعات القمة الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. في نهاية كلمتي، أعلن اختتام أعمال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا السادات اتحاد شرق إفريقيا
داعيا الله أن يوفقنا جميعا من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من طموحات وآمال. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.